أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال الأسبوع الخامس في وحدة أنا مثقف. قبل أن أبدأ لابد من التعريف بمفردات والمفاهيم الخاصة بهذه الوحدة، وهي المفهوم الرئيس الذي سنركز عليه خلال هذه الوحدة هو الثقافة. سنتعلم مفردات في وحدة أنا مثقف ستساعدنا في التعبير عن ثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا من مختلف دول العالم. أما عبارة البحث والاستقصاء هي: تتضمن اللغات أشكالاً وأعرافاً منوعة للتعبير عن الثقافات والحضارات في كل زمان ومكان. كما قلت قبل قليل، سنستخدم لغاتنا ومفرداتنا التي تعلمناها في التعبير عن ثقافتنا وحضارتنا التي جئنا منها. الموضوع الأول الذي سنركز عليه خلال هذه الوحدة هو الفعل المضارع، وكيف سنستخدم الفعل المضارع استخداماً صحيحاً في التعبير عن ثقافتنا. ولاحظ أن هذه القاعدة موجودة في التدريب الخامس من درس عربة ساري. إذا لاحظ أنه استخدم أفعالاً ماضية، كنا قد شرحنا الفعل الماضي مسبقاً. سنتعلم كيف علينا أن نحول الفعل الماضي إلى فعل مضارع، أقصد أنه ما زال يحدث الآن. فمثلاً أقول نشرت، كيف أستطيع أن أحول نشرت إلى فعل مضارع باستخدام الأداة المساعدة لم، فأقول لم تنشر، أو إذا كان مذكر ينشر. لبس أقول لم يلبس لأنه مذكر. رتب لم يرتب. انتبه لم ينتبه. إذا لاحظ أن الأفعال المضارعة تبدأ بياء المضارعة، إلا إذا كانت أو كان المعني فيها مؤنث تبدأ بتاء، فأقول ينشر وتنشر، يلبس وتلبس. سنقوم بشرح هذه القاعدة وتناولها من خلال أنشطة تفاعلية وتقييمات تمكنك من فهم الدرس إن شاء الله بصورة أفضل. أما الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه كما تلاحظ، انتبه وتأمل بماذا بدأت الجمل المبدوءة فيها التدريب السادس. بدأت بأنا، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، أنت. فلاحظ أن جميع الجمل التي ذكرتها تتحدث عن أسماء مقصود بها أو اسمها باللغة العربية الضمائر، الضمائر المنفصلة التي تنوب مكان الأسماء. ضمائر المتكلم أي أنا الذي أتحدث، أنا ونحن، وضمائر المخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. ستقوم بالتمثيل عليها ثم حل هذا التدريب. ثم سنتناول موضوع آخر وهو أيضا موجود في التدريب السابع، المفرد والمثنى والجمع. لاحظ أن المفرد كلمات تدل على واحد، كيف سنحول هذه الكلمات التي تدل على واحد لاثنين بإضافة ألف ونون أو ياء ونون، فنقول عربتان أو عربتين. وكيف سنحولها إلى جمع؟ كأن نقول عربات، فأضفنا ألف وتاء. هناك كلمات يتم تحويلها إلى جمع من خلال إضافة الألف والتاء، ولكن هناك كلمات لا يصح أن نضيف إليها ألف وتاء، خاصة إذا كانت مذكر. فكلمة مذيع لا يجوز أن أقول مذيعات لأن مذيع هو مذكر، فأقول مذيعون بإضافة الواو والنون. أما الطفل لا يجوز عند جمعها أن أقول طفلون أو طفلات، وإنما أقول أطفال. إذن سنتناول مفهوم الجمع، المذكر السالم والمؤنث السالم والتكسير، كما سنتناول مفهوم آخر وهو الحرفين المتشابهين السين والصاد من خلال كلمات تتمثل عليها أنت بكتابة الكلمة أو الحرف المناسب في الفراغ. فنقول جلس أم جلست، نقول أسحاب أم أصحاب، نقول يستريح أم يستريح، ونقول صديق أو صديق. أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية التي يتم إرسالها أسبوعياً ولا تنساها إطلاقاً.
أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أشكر استماعكم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.